افتتح محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عددا من المشروعات الخدمية بمراكز سمسطة وببا وبني سويف. يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي افتتاح المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت المشروعات افتتاح الملعب القانوني بنادي شبان المسلمين بمدينة بني سويف بتكلفة تزيد عن 8 ملايين جنيه، ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 33 منزلا بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين جنيه. النهاردة احنا كنا بنكمل افتتاحاتنا اللي ابتديناها من بداية الشهر في محافظة بني سويف بمناسبة الأعياد القومية. النهاردة كنا في مركزي سمسطة وبيبا، افتتحنا عدد من المدارس وافتتحنا مراكز شباب، وموجودين هنا تاني في مدينة بني سويف بنفتتح ملعب لنادي الشبان المسلمين، حاجة فخر لبني سويف كلها. تكلفة التطوير تتعدى 8 مليون جنيه. كل هذه القطاعات الهدف منها هي تقديم أحسن خدمة للمواطن السويفي. شفنا في المدارس ازاي الكثافات نزلت من 60 طالب ل 36 طالب، وهو ده اللي احنا بنستهدفه طبعا من التطوير اللي بيتم في قرى الريف المصري وحتى في المدن كمان. زي ما احنا شايفين دلوقتي نادي شبان المسلمين هو في مدينة بني سويف.